What's your name? Bill Richard Hope. Bill. 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 How old are you? أنا أتكلم عربي كويس، أنا عندي 24 سنة. إذن ما هي علاقتك بالمجني عليها سوسن سليم؟ هي مجرد عميلة، كلفني زوجها إياد بتخليص إجراءات شراء شقة ليها. وأنت تعرف إياد من إمتى؟ منذ حوالي 6 شهور. هما جم سوا هنا وشافوا شقة وطلبوا شراء. يعني ما قابلتوش قبل كده؟ لا. ولا في لندن؟ خصوصاً وإنه معاك جنسية بريطانية. أول مرة أعرف إن معايا ناشوناليتي. أنا التحريات بتقول إنك ظهرت في موقع الجريمة قبل حدوثها بدقايق. نو، اتس نوت ترو. الله، إشمعنى في دي؟ اتكلمت إنجليزي؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا عندي شاهد شافك قدام شقة المجني عليها قبل حدوث الجريمة؟ هيز لاير. شور، هيز لاير. هيز لاير؟ يس. يعني كذاب. هنشوف. حسام، فين تفريغ الشرايط يا حسام؟ بيجهزوها يا فندم في الإدارة الفنية. على العموم بقى هنشوف. لما يفرغوا الشرايط هنشوف إذا كنت قدام الشقة ولا ما كنتش قدام الشقة. حسام. يا فندم. حطه في الحجز على ذمة التحقيق. نو. أنا لازم كلمته سفير، أنا بريطاني، ممنوع حبسي بدون تهمة. التهمة موجودة يا بريطاني. تهمة إيه دي؟ تهمة الاشتراك في قتل سوسن سليم. اهلا يا حازم. كوندوليونس مسيو. ايه في حياتك؟ ايه؟ حد جرى له حاجه في مصر؟ انا ما جيتوش. انا بس يعني مدام سوسن. حياتك الباقيه. المهم ايه اخبار شهادات الجي دي ار؟ مالوريزمون للاسف نزلت حضرتك واستعجلت في قرار تمديدها. كان لازم نقفلها بعد اللي حصل في جنوب اسيا. عموم احنا املنا كبير في يوروبات. حازم، انت وكيل اعمالي هنا في اوروبا، تعرف كل اسراري، صفقاتي، حساباتي، انا مأمنك على كل شيء. بس الايام الجايه دي هتبقى صعب، صعب قوي. والايام دي بقى هتبين مين الراجل ومين المرة. جيم بودي كيك شوز. قبل ما تكمل يا باشا، أنا عمري ما أخون الإيد اللي اتمدت لي وأنا عاطل في أوروبا، وأنت شالتني من بهدلة البارات وخلتني بقيت صاحب أموال، وده بفضلك يا باشا. أنا عارف سعادتك بتنفخ في الزبادي بعد اللي خانوك وكانوا جواسيس للطواشي في مجموعة الشركات، وخصوصا شرابي. شرابي؟ شرابي ده أنا حسابي معاه بعدين. مهم، خلينا في اللي احنا فيه دلوقت. يا ترى بعد موت سوسن هنقدر نفتح الحساب ونسحب ولا لا؟ يا سير طبعا، البند اللي ضفناه يديلك الحق في السحب الفوري، لكن للي في الخزنة السرية لا. أنا مش هسحب كل السندات باسمي، أنا هحولها باسم طرف ثالث. كلكن دوتر؟ مين يا باشا؟ أنا هعمل لك أنت تفويض، وهبلغ مدير البنك بالتليفون يفتح الخزنة ببصمة الصوت. ما بيرسونال ما؟ أنا هتستأمني على كل الفلوس دي؟ إيه؟ ناوي تخني زي شراب أنت كمان ولا إيه؟ أنا مش هبتلى فيه، ده أنا أفديك بعمري. لا 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 لا، بلاش الجملة دي أحسن، أنا سمعتها منها كتير. افهمني، بكرة الصبح تنتظرني في البنك، مفهوم؟ عليك بلزير، اوكي؟